أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقلنا إن القرآن حين يعالج قضية حدثية، يعني حدثا يوجد والأحداث أغيار تمر وتنتهي، يريد الله أن يستبقي عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث، وإلا فالحدث حين يمر بعظاته وعبره وينتهي يكون ليست هناك فائدة. والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها متفتحة، لأن الحدث كما قال المغفور له الشيخ سيد قطب يكون ساخنا، فحين يستغل الحدث قبل أن يبرد تمكنت القضية التي تتعرض لها الموعظة من النفس البشرية، فلا يريد أن تمر أحداث أحد بما فيها من العبر والعظات إلا ويستغلها الحق سبحانه وتعالى ليثبت بها قضايا إيمانية تشيع في غير أزمنة الحدث من الحروب وغيرها لتنتظم أيضا وقت السلام. فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط النصوص التي تتعرض لغزوة. السطحيون قد يقولون ما الذي نقله من الكلام عن أحد إلى أن يتكلم في الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولا؟ القرآن لا يؤرخ لأحداث، وإنما يريد أن يستغل أحداث ليضع من فيها الأشياء التي تجعل الحدث له عمر وله طول، لأن كل حدث في الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث، والحدث له طول، زمن قد كده ساعة ساعتين ليلة قد طول الحدث. الأحداث يريدها الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمني، ولها عرض يدلها الاتساع بعد أن كانت خط مستقيم بقت مساحة يخليها تشمل أشياء كتيرة. حدث يمشي واحد يبقى خط مستقيم، لا عايزينه حاجات كتير، يبقى له مساحة يبقى له عرض. خلاص العرض ده يديله رقعة مساحية تاخد كثير من الأشياء إنما برضه تنتهي مع الحدث، يوم عايز يديله كمان بعد ثالث وهو العمق في التاريخ. يبقى الحدث له حجم، الحدث ملوش طول بس يعني يفضل مع زمنه، لا له عرض كمان يشعر أشياء كثيرة ومش ينتهي كده وخلاص، لا يبقى له عمق في التاريخ فيعطي عطاؤه كما نستفيد نحن الآن من عطاء هذا الحدث. يبقى الحدث له إيه؟ الحدث له حجم، مش لا طول بس ولا عرض بس، وإنما له إيه؟ له حجم. ودي اللي بتخلي الناس تقف يقول لك ان صلة الرحم تطول العمر، ده العمر له حد زمني محدود، يقول لك صحيح له حد زمني محدود، اهو ده الخط المستقيم بتاعه. في واحد يعرض عمره يعني بدل ما ينفع في مجال صغير يعمل في مجال ايه؟ واسع شوية، يبقى ادى لعمره ايه؟ مساحة، اداله عرض. في واحد تاني اقوى شوية في عمره يوم يعمل ايه؟ يدي لعمره عمق. ازاي يدي له عمق؟ يعني يدي له البعد الثالث بدل ما يعمل عمل بس مجرد حياته وينتهي مهما كان واسعا رقعته واسعة، نقول له لا اديله يبقى بعد حياتك، يبقى بعد حياتك. ولذلك احنا قلنا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هي كلمة قالت مرة انما زي الشجرة الايه الطيبة بتعمل ايه؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كلمة طيبة واحد قالها خلاص انتهت،
خلاص. وبعد ذلك ترسخ في اذن من يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلم. كل ما يعمل حاجة ناتجة من الكلمة دي تدي الميل، يبقى كأن اللي قال الكلمة ومات لسه عايش ولا مش لسه عايش، يبقى عمره طال ولا ما طالش، يفضل عمره ايه طويل. اذا فالاثار التي تحدث من الانسان مش معناها تطول العمر، يعني تديله زمن لان العمر محدود، ده اجل نقول له لا، واحد بيديله عرض واحد بيديله ايه عمق، ويظل العطاء منه موصولا الى ان تقوم الساعة، فكأنه اعطى لنفسه عمرا خالدا، اعطى لنفسه عمر ايه خالد. فالحق سبحانه وتعالى يقول ايه، المسألة اللي حدثت اول مخالفة كانت سببا مش في الهزيمة، خلينا نقول في عدم اتمام النصر، لانهم بدأوا منتصرين ولا لا، ما تمش النصر ليه، لان حصلت مخالفة. طب المخالفة دوافعها ايه، ساعة ما شافوا الغنائم، اذا دوافعها طلب المال من غير وجه مشروع. ليه من غير، لان النبي قال لهم اوعوا تبرحوا اماكنكم، فمبارحة المكان اصبحت غير مشروعة، فتطلع النفس الى شيء في غير امر رسول الله يعتبر غير مشروع. ايه اللي خليه المال، طب ما هي الربا هي كده، اراد ان يستغل سخونة الحدث والاثر الذي نشأ من الحدث في ان المسلمين لم يتم ايه نصرهم وتعبهم. التعب ده جاي من ايه، من ان شوية احبوا المال الزائد من غير وجهه المشروع، يبقى دي مناسبة ان نسقط اية الربا هنا ولا لا، تبقى مناسبة ان اية الربا تيجي في الايه في المكان ده، وتستغل الحادثة بحرارتها وبسخونتها وبآثارها السيئة، علشان نقول يا سلام كأننا لما نعمل العملية دي برضو تجي لنا آثار، نقول له تيجي آثار وشر من هذه الآثار. احنا كنا زمان قلنا في آية في قول الله سبحانه وتعالى ايوه حافظوا على الصلاة، ان كنت فاكرين قلنا ربما السطح يقول الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم على الطلاق، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه آية، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده ايه عقدة النكاح. قال له وبعدين يروح سايب للطلاق وجاي ايه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبعدين يرجع تاني والذين يتوفون منكم الله ويذرون الله، بيتكلم في الأسرة وبيتكلم في الطلاق وبيتكلم عن الوفاة ومش عارف ايه والكلام، وبعدين يسقط آية ايه آية الصلاة، عشان يبين لك ان المنهج الاسلامي منهج متكامل. اوعى تقول ان الطلاق غير الصلاة غير العملية، ابدا كل منهج ايه متكامل، ولانه يريد ان ينبهنا الى ان الطلاق والعملية دي بتأتي والنفس فيها غضب خلاص، وتأتي والزوج والزوجة واهل الزوج واهل الزوجة في ايه في كدر، يقول لهم لو كنتوا بتفهمهم كانت الامور اللي تحزبكم ده ايه وتعملهم، لو فزعتم الى الصلاة لحلها الله. ساعة ما تكون كده متضايق ومش عارف قوم توضع كده اهو، لان النبي علمنا كان اذا حزبه امر قام ايه، فساعة ما تلاقي الجو بقى مشحون بين الزوج والزوجة واهل الزوجة واهل مش عارف ايه، طب خلي واحد كده الخلاف بقى كده، وبعدين يقول لهم طيب 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 المسألة بقت اكتر من ايه من حيالنا، اما نقوم لربنا كلنا نقفله كده ويقوم يتوضى كده وبتاع وحاجات زي دي، ويروح يصلي ركعتين ويهدى كده ومش عارف ايه. انا اتحدى ان لا يوجد الله له حلا لمشكلته. اذا جابها ليه هنا، علشان نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ليه؟ لأن محافظتكم عليها هي اللي هتنهي ايه؟ تنهي الخلافات دي كلها، إنما ربنا بيتخلى عنكم لأنكم في ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم، قلب تلهيكم بيلهيكم الضيق والشدة عن مين؟ عن الصلاة، ده أنت أحوج ما تكون إلى الصلاة وأنت في الضيق والشدة. أنت أحوج ما تكون إليها في هذا الوقت. كيف تقول شغلت والقرف اللي شايفه وما تقول له الله، طب ده ادعى انك انت كنت تروح لمين؟ تروح لربك، ده اللي العيال بيخنقوه بيروح لمين؟
بيروح لابوه يقول له الحكايه كت كت كت. فكذلك انت زوجتك عملت اهل زوجتك الدنيا قامت اتربشت كلها. الله يعمل ايه؟ حافظوا على الصلاه. كان كلمه حافظوا على الصلاه دي جايه في مطرحها ولا لا؟ جايه في مطرحها. اهي برضو ايه الربا جايه في مطرحها هنا، وخصوصا كان متكلم عن الربا اولا. يوم ينتهز الحادثة بقى وسخونة الحدث ويقول اسقط ديا، علشان يعرف الناس ان كل من يريد مالا زائدا عن غير ما شرع الله هتجي منه البلوى على نفسه وعلى مين؟ لان هي البلوى خصت بغير الرماه ولا جات للرماه ايضا؟ خلاص، وجات للقمة ولا ما جاتش للقمة؟ وجات للقمة. اذا هتتعب الدنيا ولا لا؟ ومدام تعب الدنيا هذا هو الحرب من الله ومن رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب ده الربا زياده في المال، وده بيتاكل؟ لان اصل هو بيقول لك يعني المسائل كلها المال وغيره علشان اللقمه اللي انت بتاكلها، هي دي الاصل. ومن اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. وهو المال ده انت برضه بتاكل اللي بتاكل الربا. والله المال ما بيتاكل. وقلنا زمان ان لما الواحد يكون في حته ولا فيش فيها رغيف عيش، لو كان عنده جبل ذهب ما ينفعوش. فمساله يعني لا تاكلوا الربا، كلمه اضعاف ومضاعفه، كلام اقتصادي، اقتصادي على احدث نظام، اضعافا ومضاعفه. طب لا تاكلوا الربا اضعافا. الاضعاف هي الشيء اللي زائد، بحيث اذا قارنته بالاصل صار الاصل ضعيفة. لما يكون 100 وحياخد عليها 20 يبقى 100 وكام؟ يبقى 120 تخلي 100 ضعيفة امام 120 ولا لا؟ هذه اضعاف. طب ومضاعفة؟ الاضعاف مضاعفة كمان. قال لك ما هي 120 هتبقى رأس مال جديد، ولما نيجي السنة مش هناخد على 100، هناخد على 20 ايضا، تبقى الاضعاف ضعفت ايضا. يبقى ده اسمه ايه؟ ربح ايه؟ مركب. وهل معنى هذا اننا ناكله غير اضعاف مضاعفة؟ قال لك لا، لان ده كان الواقع عندهم كده. بدليل ما هو في واحد يعني يقول لك ده انا بفهم اوي في القرآن، ده المنهي الاضعاف المضاعفة. فاذا لم تكن اضعافا مضاعفة يعني الربح البسيط صح مثلا، ها؟ نقول له يا اخي لكن الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. يبقى لا فيها لا اضعاف ولا مضاعفه. يبقى اضعاف مضاعفه دي جاي لبيان الواقع، بس لبيان الواقع. واتقوا الله. واتقوا الله احنا قلنا دائما ساعه ما تشوف اتقوا الله يعني جعلوا بينكم وبين الله وقاية. هل بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله؟ نقولوا لا، ده الوقاية تكون مما يتعب ما يؤذي. يبقى اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر وانتقام وقاية. ولما يقولوا اتقوا النار تبقى هي زي واتقوا الله تمام ولا لا؟ لان النار جند من جنود صفات الجلال، مش هي كده؟ نعم. لعلكم تفلحون. لعلكم، قلنا دائما كلمة الفلاح دي مأخوذة علشان يرغب المؤمن في منهج الله عشان تفلح. قلنا ان هو جايبها من الشيء المحس الذي نراه في كل وقت، ونراه لانه متعلق ببقاء حياتنا، وهو الزرع والفلاحة. تحرس وتبذر وتروي وبعد ذلك ايه؟ تيه. يبقى اذا بده يقول لك ان المتاعب اللي في الحرس والمتاعب اللي في البذر تبدأ، والمتاعب اللي في السقي كلها تشوف النتيجة بتاعتها امتى؟ ساعة الحصاد. وإلا تيجي الواحد زي ما قلنا خد كلتين غلة من مخزنه علشان يزرع بهم ربع فدان، نقول له انت نقصت المخزن. مهنا نقصته علشان ايه؟ ولذلك اللي ما نقص من مخزنه ولا زرعش يجي يوم الحصاد ايه؟ ها؟ يحط ايده على خده ولا فيه. اذا بده لنا المنهج، وان اتعبك وان اخذ من حركتك شيئا كثيرا الا انه حي ايه؟
هيعود عليه. وقلنا ان العود ده على حسب نيتك في الاقبال على العمل. لان احنا ضربنا المثل الذي كمثل ايه، حبة ايه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة، ده امر واضح، حبة بناخدها منك فبتنقص من عندك، انما عشان تديك ايه 700 تديك ايه، يبقى ساعة الحبة ما تتاخد منك ما تقولش ده انا نقصت، انما قدر انك هتزيد قد ايه. ويعطينا الله ذلك المثل في خلق من خلقه، وهو الارض، الارض الصماء اللي احنا زي ما احنا عارفين لا بتفهم ولا لها قلب ولا لها عواطف ولا حاجة، قال تدي لها حبة تقوم تديك الله. فاذا كان خلق من خلق الله وهو الارض يعطيك اضعاف اضعاف ما اعطيت، أرب هذه الأرض لا يعطيك أضعاف ما أعطيت؟ منين تيجي؟ لازم كده. أدي الفلاح اللي على حقيقته. وبعد ذلك ساعة يتكلم على الفلاح يقول لك عشان كمان تتقي النار، مش بس هتاخد فلاح بس، ده ما خدتش دي هتروح للايه، للنار. يبقى في حاجتين، سلب مضرة وايجاب منفعة، سلب مضرة وايجاب ايه، يبقى في حاجتين اتنين ولا لا، في حاجتين اتنين. ولذلك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، ده هو لما يزحزح على النار ويبقى لا في جنة ولا في نار يبقى كويس. طب ما بالك اذا زحزح عن النار ودخل الجنة، يبقى حاجتين ولا لا؟ وهذا السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ساعة الصلاة هيورينا النار نشوفها نمر عليها كده، ليه؟ عشان يعرف كيف نجانا الايمان من هذه، كيف نجانا الايمان من هذه. واطيع والوسيلة ليه نعمل ايه عشان نفلح وعشان نتقي النار؟ قال لك منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله، واطيعوا الله وايه والرسول لعلكم ترحمون. كلمه ترحمون قلنا الرحمه الا يوقعك في المتعبه، الشفاء ان تقع في المتعبه ثم تزول عنك. المنهج لو اخذناه من الاول نبقى ايه رحمنا. ولذلك وننزل من القرآن ما هو ايه، شفاء ورحمة، شفاء للذنب اللي تورطنا فيه يجي يقول لها علاج ايه، ورحمة اذا خدنا المنهج من الاول ما يجيش لنا ايه اي ايه متاعب. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا معنى احنا قلنا السرعة زمان فيه مقابلها العجلة، يمكن تكونوا فاكرين السرعة هي التقدم فيما ينبغي. معنى السرعة يعني ايه؟ تتقدم فيما ايه؟ فيما ينبغي. ومعنى تتقدم فيما ينبغي ان تجعل الحدث ياخد زمن اقل. يعني مثلا من هنا للإسكندرية كذا اسرع، يعني بدل ما بتاخد منك 3 ساعات في السيارة اسرع عشان تاخد منك ايه؟ مثلا ساعتين. ده كلام عالي. يبقى السرعة التقدم فيما ايه ينبغي، محمودة ولا مش محمودة؟ محمودة. ضدها ايه؟ قلنا الابطاء. ضدها السرعة محمودة والابطاء مذموم، لان دي تقدم فيما ينبغي. لكن العجلة تقدم فيما لا ينبغي. ومقابلها التأني، والتأني ممدوح ولا لا؟ يبقى السرعة محمودة ومقابلها الإبطاء مذموم، والعجلة مذمومة ومقابلها التأني ممدوح. في العجلات الايه؟ الندم. نعم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. كلمة سارعوا دي معناها خدوا المغفرة وخدوا الجنة بسرعة، لأنك أنت ما أنتش عارف هتبقى في الدنيا قد إيه، ما تعرفش هتفضل في الدنيا. اوعى تأجل عمل من عمل الدين ولا عمل من عمل الخير،
لانك انت ما انتش عارف اتبقى له ام لا. يبقى انتهز فرصة حياتك وخد ايه؟ وخد المغفرة وخد الايه؟ وخد الجنة. ده المعنى اللي بيجي فيه الاثر الشائع: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. الناس بتفهمها فهم كده ايه يعني يؤدي مطلوباتهم النفسية. قال يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، كتل الدنيا عندك عشان تقبضك لحد القيامة. هما بياخدوها على ده. هو كده يقول لك ما فاتك من امر الدنيا اليوم فاعتبر انك هتعيش طويل او تاخده بكرة. اللي يفوتك النهاردة يمكن تاخده بكرة، انما امر الاخرة عجل به. امر الاخرة اعمل لاخرتك كأنك تموت ايه؟ يبقى عجله. وامر الدنيا ما تاخدهاش كده يعني كده، كأنك اللي ما اتحققش النهاردة يا سيدي يتحقق ايه؟ يتحقق بكرة. طيب. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. الله. طب العرض ده احنا عارفين ان المساحات زي ما قلنا لها طول وايه، لان اللي طوله زي عرضه بيبقى مربع مش كده، انما اللي عرضه اقل من طوله يبقى ايه؟ مستطيل. طيب عرضها السماوات، والعرض اقل البعدين، والسماوات والارض اوسع ما نراه. فكأنه شبه البعد الاقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه هو، والسماوات والأرض مرحومة ببعضها. يبقى إدانا إيه؟ أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماوات. قال لك أهو أوسع حاجة ده إيه؟ أوسع حاجة دي هي العرض بس، والعرض أقل من الطول. فإذا كان عرضها أوسع ما تعرف يبقى طولها إيه؟ حد لا تعرف. واحد يجي يقول لك طب اذا عرضها السماء والارض يبقى طولها فين بقى؟ ام قال لك هي السماء والارض دي كل الكون يا اخي؟ ده بيقول وسع كرسيه السماوات والارض. وسع كرسيه ايه؟ السماء والارض. ما السماوات والارض وما الا كحلقة القاها ملك في فلاة. ويهدي من ملك الله. واعدت لمين؟ للمتقين. اعدت يعني ايه؟ يعني لسه مش هنعملها لك، مسألة انتهينا منها. انتهينا من ايه؟ ولذلك يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عرضت علي الجنة ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. ليه؟ قال لك لان الاخبار بالحدث ايوجد او لا يوجد، ولكن الوجود للحدث ينفي ان لا يوجد. فلما يقول اعدت يعني معناها امر انتهينا ايه؟ انتهينا منه. احنا مش هناخد خامات من الدنيا وحنستنى لما ترتقي الدنيا عندكم ونبقى ناخد مما ارتقيتم اليه وسائل نعد بقى الجنة. لا، ده احنا هنجيب فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبنعدها كلها بالكل. لما يقول لك اعدت تبقى مسألة ايه؟ مسألة مفروغ منها. وما دام مسألة مفروغ منها يبقى المصير اليها مفروغ منه، او الى مقابلها، او ايه؟ الى مقابلها. أعدت للمتقين اللي هم من بقى؟ شوفوا برضو المناسبة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. متقين الكاظم، بعض سمات المتقين الكاظمين الغيظ، لأن برضو المعركة هتدينا الصورة دي، لأن هيجي في المعركة إن حمزة وهو سيد الشهداء عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، وليته قتل فقط ولكنه مثل به واخذ بضع منه كما قلنا وهو الكبد فلاكته هند مثل، ولا لا؟ دي تحفظ ولا ما تحفظش؟
امر زائد عن قتله. يبقى معناها دي ايه؟ معناها ضخم. ولذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزة وقال انه اخذت الكبد بتاعه قال هل ده مضغتها؟ قالوا لا لفظتها، يعني طلعتها، جعلها الله عصية عليها. قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزة في النار، كأنها هي حتروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا، وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزة النار يبقى بعض حمزة دخل ايه، يبقى لازم ربها يخلي نفسها تغم عليها وتايه وتنفذ. دي مسألة يا اخي، مسألة فظيعة، مسألة صعبة. وبعد ذلك النبي شبهها ان افظع ما لقيت اللي هو مقتل مين؟ مقتل حمزة وبهذا الشكل. وبعد ذلك بقول لئن اظفرني الله بهم لا لأقتلن به 70. اهي جت كظم الغيظ هنا بقى، ياخد ذروة الحدث وقمته في رسول الله وفي احب شيء اليه وفي اكتر شيء غاظه، خدت بالك؟ وبعدين لا يقول له ما يوافقوش، ما يوافقوش، يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد، لان الانفعال من الاغيار، الانفعال من الاغيار. وده رسوله قال وان عاقبتم فايه فعاقبوا بمثل، يبقى تيجي كظم الغيظ ولا ما تجيش؟ يبقى لازم تيجي. هنا يوم يستغلها في الوقت وفي حدث احد، وبعد ذلك ايش وجهها قضية، قضية عامة لتكون في السلم كما كانت في ايه، ولتكون مع الناس دون رسول الله، لانها كانت مع مين؟ كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ، احنا قلنا ان كل الامور المعنوية مأخوذة من الحسيات، اصل الكظم ان تملأ القربة. عارفين القرب كان زمان شيلها السقة دي. كانت وعاء نقل الماء عند العرب، جلد ويدبغوه كويس ويعملوا له، فاذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها اي ربط ربطا ايه محكم، بحيث اللي فيها ما يطفوش. ده اسمه ايه؟ كظم الايه الكربة، يعني ايه ملأها وبعدين لما ربطها كده علشان القربة لينة، ولما تتحط على ظهر واحد ولا على ظهر الدبة تقوم من ليونتها المية تعمل ايه؟ تطلع، بدها تطلع لو في خرم يطلع منه مية ولا لا، فكظمناها ما تطلعش. كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية هياجا، لا يمنع الله الهياج في النفس، هو يوجد لان ده انفعال ايه؟ انفعال طبيعي. والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع اسبابها في التكوين الانساني، انما هو يريدها لاشياء، هو يريدها لاشياء، زي مثلا الغريزة الجنسية هو عايزها لبقاء ايه؟ لبقاء النوع، انما بيهذبها بس. فكذلك الغيظ انا عايز. ولذلك احنا قلنا قديما ان الاسلام لا يريد من المؤمن ان يصب في قالب من حديد العواطف، لا، ده عايز ينفعل الاحداث ايضا، بس الانفعال المناسب للحدث، الانفعال النامي، الانفعال المثمر، ما يجيبش الانفعال المدمر. ولذلك احنا قلنا اشداء على مين؟ رحماء. يبقى ليس مطبوعا على الشدة ولا على الرحمة، الموقف هو الذي يصنعه. موقف ده أذلة على المؤمنين، هو في واحد يبقى ذليل عزيز كده ما جمع، يقول لك المنهج الإيماني كده، ذلة على مين؟ على المؤمن، إنما عز على مين؟ يبقى إذا ما بيصبنيش في أهلي عشان أنفعل الأحداث. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ألم ينفعل؟ انفعل، وبكى ولا ما بكاش؟ حزن ولا ما حزنش؟ هو عايزه يحجر
لا يريد المؤمن ان ينفعل للاحداث ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث. ولذلك قال ايه؟ ان العين والقلب ايه؟ ولا نقول ما يسخط الرب. انفعال انما في ايه؟ انفعال موجه. الغيظ بده علشان لما اهيك كده على كافر او على كده عايزه، فانا بس اكذبه. اكذبه يعني ايه؟ يعني ما تخليش له انفعال. يا ال- 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 الابل اللي هي او ال- ال- الاشياء اللي لها معدتين معنى يختزن فيها الطعام زي الجمل مثلا، يبقى يجتر، معنى يجتر يطلع من المعدة الاضافية وبعدين يقعد بقى ايه يمضغ فيه، ده اسمه اكتر. اذا امتنع عن الاكترار قول له كظم، اسمه ايه؟ كظم. فبقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيه احنا قلنا فيه فرق بين الانفعال في ذاته يبقى في النفس وتكظمه. معنى تكظمه انك تستطيع ان تخرجه الى حيز النزوع الانفعالي، انما انت ايه؟ شادد عليه. انما العفو تطلع الغيظ من القلب خالص والمسألة كأنها ما حصلتش. تبقى دي مرتبة تانية ولا لا؟ مرتبة تالتة ان تنفعل انفعالا مقابلا بان ده كان عايز تعاقبه او تعمله تحسنه اليه ثانية. يبقى كم مرحلة؟ كظم اللي يقدر عليه بس ولا يقدرش يعفي، التاني يعمل ايه؟ يعفي، التالت مش بس يكظم ويعفي، لا ده يحسن اليه. واحنا قلنا زمان ان دي ارتقاء في مراتب اليقين. ارتقاء في مراتب اليقين يعني ايه؟ قال لك لانك انت لما ما تكظمش غيظك وتنفعل اللي قبلك برضو ما تقدرش تنفعل الانفعال اللي مساوي، يقوم اللي مقابل لك يظل عنده الجدة والغضب ولا لا؟ تظل نامية وربما ورست، تظل نامية وربما ايه. لكن اذا كظمت الغيظ يمكن هو من نفسه ايه يخكل، يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ يبقى انتهت. والعافين عن الناس من عفة على الاثر، الاثار اللي بتبقى موجودة من الاثار المشي تيجي الريح تعمل ايه؟ تمسحها. والعافين عن الناس يعني كذب والايه؟ والله يحب الايه؟ المحسنين. قلنا بقى في فلسفتها قديما قلنا لاننا جميعا صنعة الله والخلق كلهم عيال الله، وما دمنا كلنا عيال الله لما واحد يجي يسيء لواحد يبقى ربنا في صف من؟ المسائل. ايه في صف المسائل؟ ايه يديله ايه؟ يديله من رحمته من عطفه من حنانه عليه اشياء كثيرة. يبقى خسر ولا كسب؟ كسب. وما دام كسب اللي سبب في انه كسبك ده مش تحسن عليه بقى؟ اللي كسبك ده مش تحسن عليه؟ انما الناس اغبياء، هنعمل ايه؟ اللي يسيء اليهم خلاص بقى عدو. لا افهم، ده جعل الله في جانبك، جعل الله في جانبك. وما دام جعل الله في جانبك يبقى يعني الذي نالك من ايذائه اكثر مما سلبك ايذائه، يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله ايه؟ وتديله حسنه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفاحشة هي الذنب الفظيع. هل معنى إن الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني عن لا زلة؟ فاعتبرها تمثل الاثنين، كبيرة من الكبائر لمن أشار بأن ينزلوا، وصغيرة لمن حرض على أن ينزل مثلا. يبقى مناسب ولا لا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. خد بالك هنا
ان كلمة ذكر الله كأنه لا يفعل الفاحشة ولا يظلم نفسه الا من نسي الله. طب اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يبقى معنى ذلك ايه؟ انه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكر. واحنا قلنا برضه ان الذي يجرئ الانسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلا أمامه، ولو تصور هذا لم تنع عن الماء. والذي يهمل في الطاعة برضو لم يذكر الله وعطاءه للمتقين ومثبته، ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن الماء. ذكروا الله، وما دام ذكروا الله يبقى يستغفر لدم. الفحشة اختلفوا فيها هي ايه؟ قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها، وما دون الفاحشة يبقى ده صغيرة. لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما تقولش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، وإلا الصغير والصغير يعمل إيه؟ طيب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وأبقيت على نفسك عذابا خالدا، يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ طب ما دام اللي فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم، هو كان والذين ظلموا أنفسهم وتنتهي المسألة. أم قال لك لا، فعل الفاحشة غير ظلم نفسه، لأنه إذا فعل الفاحشة يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولو عاجلة. إنما اللي ظلم نفسه أن يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع، ولا يعود عليه شيء. الذي يشهد الزور مثلا، هو حقق لنفسه النفع ولا حقق لصاحب اللي المشهود له النفع؟ يبقى ظلم نفسه، لا ادلها حاجة عاجلة ولا نفذها من الايه؟ من عذاب الاخرة. يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ انما قد يفعل ذنبا من الذنوب فيفيد نفسه، ما يبقاش ادلها بعض الحق في الدنيا، استمتع في الدنيا بحاجة. انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا معنى ذلك يشرحه قولهم ايه علشان يدين الصورة دي، يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دنياك، ان تبيع دينك بدنياك. لكن هتاخد دنيا ولا ما تاخدش؟ اهي امدها قليل صحيح، انما اتمتعت شوية ولا ما اتمتعتش؟ هي ولذلك لم ينهي الله عن الدنيا المتاع، بس قال هو متاع قليل، مش كده ولا لا؟ يبقى باع دينه بايه؟ يبقى اخذ بعض المتاع وان كان قليلا. طب والذي باع دينه بدنيا غيره، يبقى ما اخذش حاجة ابدا، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش؟ يبقى ظلم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لأن معنى ذنب يعني إيه؟ مخالفة لتوجيه منهج، أمر ولا عملت، نهي وعملت، هو ده يبقى اسمه الإيه؟ الذنب. واحنا قلنا لا يسمى ذنبا الا ان عرض لنا الحق الذنوب وقال دي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب، ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقودة على ان هو يبقى يعتبر دي ذنب، لا لازم يعرفني. ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعية يعني التقنين البشري يجي يقول لك ايه؟ لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم، يعني ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت كذا ودي جريمة هنعاقبك عليها بكذا، نقول له كان لازم تقول لي ان دي جريمة، انما ما تقوليش ان دي جريمة وبعد ذلك تاخدني وتقول لي دي جريمة لازم تنص عليه، يبقى لازم ينص على الجريمة
قبل ان ينص على العقوبة. ان ما نصتش على دي يبقى القضية مش ايه؟ مش نافعة. ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى اذا الاستغفار مش معناها انك بس تردف الذنب بقولك استغفر الله، لا، تردف الذنب بقولك استغفر الله وتصر على ان لا تفعله ابدا. مش معنى ان لا تفعله ابدا انه لا يقع منك، بس ساعة هذا تكون مصر، انما قد يقع عليك ايضا، قد يقع ايه، بس ما يكونش ايه امر مسبق وبعدين تقول نبقى نعمل ايه وبعدين ايه، لانك قد تصنع وتفعل ثم لا تمهل لتستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني احنا ما خدناهمش كده، ادي معنى لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه، بنص. يبقى جاء من ايه، من قوله ايه وهم يعلمون، ما خدناهمش على مشمهم، لا ابدا، احنا قايلين لهم ان دي ذنب ودي جريمة ودي بتاع، يبقى مشيت وياه. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. شوف، مغفرة من ربهم، مغفرة من الله ولا من الرب؟ لان اصل الرب ده الله هو المعبود بالتكاليف، انما الرب هو الذي خلق من عدم وامد من عدم ومتولي التربية. تبقى دي مناسبة لمين؟ احنا صنعته، ومدام صنعته يحاول انه يعمل فينا ايه؟ يوم يصلحنا. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تلك هي التخلية بين العبد والذنب، وجنات تجري من تحتها الانهار، تلك هي التحلية، علشان يتحقق فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. كلمة جنة ساعة ما تسمعها اول ما يتبادر الى ذهنك الخضرة والزرع، والخضرة في الزرع بنت الماء، فبيقول الجنات ومن تحتها الايه، الانهار، ليه ايه، امداد الخضرة فلا يذبل. والى لقاء اخر.